كل سنه باجي الساحل، بس السنه دي طبعا الطرق اتفتحت جديده، الطرق اتظبطت كويس، الامان هنا كويس جدا. يعني ال 24 ساعه ممكن الاولاد بينزلوا في اي وقت، بابا مطمن عليهم، في امن كويس، في اماكن كتيره مفتوحه هنا جميله. منطقه طورت عن السنين اللي فاتت، انا باجي بقى لنا 3 او 4 سنين بنيجي هنا في الساحل، بقى حاجه كويسه جدا. في بنوك فتحت هنا، في مول موجود، في سوبر ماركت، الاسعار برضو كويسه فيه. شبكه الطرق هنا حاجه مميزه جدا، يعني حاجه فعلا تليق بمدن الجيل الرابع، يعني حاجة مميزة جدا تليق بالجمهورية الجديدة. يعني لا يعني في تطور بصراحة، تطور رهيب، يعني حاجة كويسة جدا، حاجة حاسين لا يعني كنا الأول بنقارن نفسنا بالدول اللي بره، دلوقتي حاليا لا احنا فعلا بقينا على مستوى أي دولة على مستوى العالم. مدينة العالمين بصراحة حاجة حلوة وجميلة، يعني احنا الأول بدرس هنا في جامعة العالمين كلية طب أسنان، فالواحد كان بيسمع عن العالمين كتير، بس بصراحة لما جاء هنا العالمين وشافها لها حاجة مختلفة وحاجة جميلة كده بصراحة، بسم الله ما شاء الله. يعني طرق في العالمين وبره العالمين مصر، يعني الطرق بقت حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص خالص. الواحد اكتشف ان مصر ما كانش فيها طرق، ما كانش عندنا بلد، ما كانش عندنا بلد، والبلد بترجع بصراحة. شبكة طرق عالمية، عاملين شبكة طرق متكاملة وطرق مفتوحة وطرق تمشي عليها بكل أريحية، كل حاجة هنا مرتبة بصراحة.